أمس كان يوم حافل فيليب، ويومنا الثاني صارت فيه أحداث كثيرة. خلونا نعلمكم وش صار فيه. وصلنا مبكر عشان نستعد لاستقبالكم، وبعدها كان عندنا توقيع اتفاقيات متعددة، وكان لازم نطلع لمنصات التوقيع في المعرض، لأن عندنا اليوم 5 اتفاقيات مع جهات مختلفة في مجالات عدة لاستثمار خبراتنا وتطوير خدماتهم اللي راح تساهم في كون حياة المستفيدين منها حياة ذكية. ومن المنتجات اللي كانوا الزوار مهتمين فيها من أغلب دول العالم هو نظام الذكاء الاصطناعي اللي ساهم في اكتشاف الطريقة الأفضل لتطوير المدن وتحسين شكلها. وعلى فكرة احنا ما نعرض فقط مشاريع ومنتجات في جناحنا، ترى حتى الأفكار اللي ناويين نقدمها في المستقبل نعرضها، وهي من أعمال مركز الأبحاث عندنا. هذا يومنا الثاني فيليب، وترى فيه أحداث كثيرة صارت، ولكن هذا ملخص بسيط لأهمها. ونشوفكم بكرة في يوم جديد وعلم جديد.